وما تكلم في شيئين فيها. الأولى في أحد منكم ما يأكل حجام؟ كله يعرف الحجام صحيح؟ تداخل الصوت مو واضح. كلكم تعرف الحجام صحيح؟ كل الأمم السابقة والحضارات الماضية كلها وجدت فيها حجامة يا مكتوبة يا مكتوبة. الهاشميين والسنين والإغريق والفراعنة. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام حتى العرب كان عندهم. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام أكد عليها وحث عليها ومع التأمل وجدناها أنها موروث نبوي. يقول عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. وفي رواية عليك يا محمد بالحجامة وردت في أربعة من كتب السنن وصححها الألباني. صحح واحد فيها. لماذا أحتجم؟ لأني أنا آكل وأشرب أزعل وأفرح أتنفس الهواء. كل شهر القمر يدور على الكرة الأرضية يأثر هذا كله في الدم. فأنا الحجامة عبارة زي المكنسة بتنظف الجسم. الرياضي لماذا يحتاج الحجامة؟ يحتاج الحجامة لأنه أي رياضة بيمارسها يبغى ينشط هذا الجسم يحطه فيه إلا الحجامة. تطلع منك عشان تعطيك باور. فعندنا إصابات وعندنا تنشين. والآن متى أحتجم؟ هذا سؤال جدا حلو. متى أحتجم؟ أحتجم في أي وقت أي زمان، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقت ما احتجتها سويها. إحنا ننصح كل 4 شهور. الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يقول عليه الصلاة والسلام صحح الألباني من أراد الحجامة فليتحرى 17 و19 و21. إلا متعود عليها كل شهر كل شهرين كل 4 شهور، كل 4 شهور 120 يوم الخلية تموت، فأنت تجلس تنظف. 4 شهور كم مرة تزعل وتفرح تأكل وتشرب أكلنا غير صحي، أغلب الناس غير ممارسين الرياضة، فأنت تقدر تحتجم كل 3 شهور كل 4 شهور كوقائية. والسلام عليكم ورحمة الله. طيب الأصل فيها وقت ما احتجتها تسويها، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إذا أنت تبغى تسوي وقاية لنفسك، أنت غير ممارس للرياضة، أكلك غير صحي، لا كررها كل وقت ووقت. يعطيكم احتياجك تأكل وتشرب تزعل وتفرح تتنفس الهواء. كل ما تحتاجها سويها. يجيك آلام، صداع، تعب، إرهاق، خمول، إصابة، هذه من أهم الأسباب. النوم كثير مثلا. النوم كثير كلها خمول. كل هذه مؤثرات الاكل والشرب. في عندنا طفل هنا ممكن يتحجم الطفل هذا؟ يحتاج حجامه الاطفال؟ والله الحجامه جدا سهله وبسيطه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فسنه الرسول عليه الصلاه والسلام صغيرها وكبيرها بتجي للانسان بالفائده والرحمه. الصغار عاده اذا كان لحاجه بنحجمه، وخصوصا موضوع الكهرباء. الكهرباء اللي هو مرض السكر. المرض السكري طبعا ما له خوف من اضرار الحجامه بسبب الجروح، واغلب مشاكله في الجروح الاطراف. وفي الحجامه ما بيسوي جروح، خدوش بسيطه على سطح الجلد الطبقه الاولى ما بتدخل على الشعيرات الدمويه، وهي علاج اساسي في اصول الطب الثلاثه المذكوره في القران الكريم. الله يجعل القران ربيع قلوبكم. قولوا امين. امين يا رب. ثلاثة عناصر من أصول الطب: الإخراج والحمية والحفاظ، وهي عنصر أساسي. المرض السكري بيأخذ معاه المشي، الحمية، والحجامة ضروري يسويها ويكررها على البنكرياس ينشط. الحجامة تستدعي الدم إلى النقاط المعدسة. اللي هو الحجامة نوعين: وقائية وعلاجية. الحجامة 3 أنواع: دموية وجافة ومتزحلقة. اما الدمويه طبعا بتكون علاجيه او وقائيه او تجديديه او اصابات. العلاجيه طبعا تدخل تحت الاصابات. ايش معنى ما الحكم انه 17 و19 و21 ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام؟ من الحكم اللي بانتنا الان انه في ظهور القمر واكتماله في 13 و14 و15 يصير في مد في البحر، والجسم 70% او 75% سوائل، فيصير في الفوره هذه اللي بيصير في هذه الايام. يقول لك الانسان بيصير عنده شيء عجيب، فوره دمويه، فوره دمويه، وان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. وسبحان الله حدد الرسول عليه الصلاه والسلام الفرديه هذه، انه الدم بينزل وتبقى الوفاء زي البحر.